هل يوجد شرف عند الحكومات المتتالية في بغداد؟ هل يوجد شرف؟ كان على الأقل أن يعلن استقالتهم كلتهم، ليس فقط الحكومات بل حتى البرلمانيين الذين يمثلون هذا الشعب، وما أعرف إيش قد عم يمثلون لهذا الشعب. كان المفروض احتراما لهؤلاء الناس أن يعلنوا استقالتهم، لأنهم هزيلين وفشلوا بكل معنى الفشل في أن يحافظوا على هذا الشعب. نتمنى أن يكون هنالك إعلان ومطالبة لكل من هو في منصب ويعلم أنه فاشل في هذا المنصب وأنه ليس أهلا لهذا المنصب، أن يستقيل ويذهب لبيته أشرف له، لأن التاريخ سيكتب اسمه بأسوأ أنواع الحبر إذا كتب اسمه، ولا سيلقون كلهم في مزبلة التاريخ على ما حدث لهذا الشعب البائس في هذا العراق، في هذا البلد الذي نعيش فيه ونحن مواطنيه أغراب في وطننا. لا كرام لنا في وطننا، نحن غرباء في وطننا، لا عز لنا في وطننا، ومع الأسف نذهب ونقترع. أنا أطالب إذا لم يكن هنالك تحرك حقيقي من حكومات بغداد، أنا شخصيا كرئيس طائفة سوف نمتنع تماما عن أي انتخابات قادمة لأن لا جدوى لها. عيب، ما أقول غير عيب، عيب ويكفي بقى. مهزلة بصار هذا البلد مع الأسف.